استنوا يا بنو استنوا. اهلا وسهلا. اهلا يا هانم. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ الله يخليك. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا شرف؟ ازي حضرتك يا طنط؟ ازيك يا روح طنط؟ ازيك يا عداله؟ لا يا طنط انا امانه، دي اللي عداله. انا اسفه لسه ما حفظتكوش. ازيك يا عداله؟ الحمد لله. ازيكم يا جماعه؟ تمام تمام يا دكتور. ازيك يا شرف؟ اهلا اهلا يا دكتور. اتمنى ان انت حضرتك عرفتي العنوان على طول. يعني عيب يا دكتور، ده انا العميده نور، ده انت لو ساكن في نفق اجيبك. يعني دوخناكم شويه على ما طلعتوا من نفق. اهي منها فسحه ومنها زياره. بس ايه يا طنط الكلاب الكتير دي؟ مفيش يا ستي، اصل ماما عندها هوايه يعني تربي حيوانات وكده. انا جدي كان اشهر مروض وحوش في العالم. قطع دراعي مكان قرداتي. في حاجه يا هانم؟ ابدا ابدا. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. نورنا. اتفضلوا. ورايا ورايا يا ولاد. ماما. نعم. بالنسبه ان جدك مروض وحوش عالمي، احنا من امتى من عيله الحلو؟ احنا من عيله الحلو اللي في الصين. الصيني. اطلع. كفاية كفاية. عنك يا حبيبي. عنك يا فندم. ربنا يساعدك. لا يا طنط ربنا يخليك يا رب. شكرا يا دكتور شكرا. وهاتي السكينه يمكن نحتاجها. اتفضل اقعد. اتفضل اتفضل. عندك طماطم؟ كل كل. ليه طماطم؟ لا يا حبيبي شكرا شكرا. عندنا عندنا. كلوا يا بنات. خلصوا الطبق. لا انتوا مش بتاكلوا. ايه الاكل مش عاجبكم ولا ايه؟ الاكل لذيذ جدا جدا. شوفي انا فكيت الجاكيته. اصل ماما معروفه اللي ياكل عندها يقعد اسبوع شبعان. عندك حق. اكل زي ده ما يتهضمش بقرص فوار، محتاج ازازه مولوتوف. ساتر يا رب. انت متاكده من ايه يا هانم؟ ان احنا ما تقابلناش؟ اكيد لا. يا روح قلب مامي تعالي يا بيضة. يا خلوشي مين؟ يا مريسة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش حاجة. مش حاجة. مش حاجة. بتتكلم خالص على بس. ايه 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 يا مريسة؟ سيبني. انت بتعملي ايه؟ هموته ولا استنى اما يعمل لنا تاتو في رقبتنا؟ تاتو ايه ده؟ لسه بيسنن. بيسنن ايه؟ احنا داخلين ايه السيرك؟ يا حبيبة قلبي مفيش حاجة والله. خلاص خلاص خلاص. يلا بلاش. يلا بلاش. يلا يلا. ابن ايه؟ هنستنى ايه؟ نستنى ايه؟ فكرة التعابين؟ يلا لسه بيتك خلص؟ ايه عندك حق. نستنى لما يمكن نتصور مع كلب البحر. على فكرة انتوا مخوفينه جدا منك. طب ممكن تشيليه؟ حوشه عشان نمشي. حسود هو هو هو. انا مش راضي اطلع. لا 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 لا. يلا بلاش. اتفضل 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 اتفضل. بيتهم مفوت على الغابة. امشي قدامي قدامي يا طنط. ما حصلش حاجة. تعال ما حصلش. ده نسب معفن. يا طنط يا طنط. بس يا كوكو بس يا لوحي. ايه ودانو نونا دي؟ ايه مناخيلو نونا دي؟ خلاص مش هيضايقوك تاني يا بيضة يا بيضة. عاجبك كده؟ هم وطروا لي بدر. هم اللي وطروه؟ جاله اكتئاب والله. هو اللي هيجيله اكتئاب؟ بس بس ينام ازاي؟ براءة الاطفال في عيني يا اختي. براءة الاطفال في عيني.
مالك يا حبيبي في ايه؟ متضايق يا امانه، حاسس انا وانت زي الحراميه بنتقابل في السر. معلش يا كريم، مش احسن ما كنا نسيب بعض خالص لا قدر الله؟ انا نفسي اخدك ونخرج نسافر نعيش حياتنا بشكل طبيعي، نفسي احس ان انا اتجوزت. كل ده هيحصل والله يا حبيبي، بس اصبر شويه. اصبر لحد امتى؟ بجد انا زهقت بقى ونفسي احل المشكله دي. ربنا يسهل يا كريم. ايه الكلام الفارغ ده يا سعاد؟ الست دي اتحطلت ولا ايه؟ يعني ايه نتفتش؟ بص يا سعاد، احنا لازم نعمل اجتماع عاجل، لازم نبقى ايد واحده، الكلام ده ما ينفعش. انا بقى مش ناقصه جنان الست دي. اوكي يا سعاد، مع السلامه. اتحطلت ان نتفتش قال. ادخل. تعالى يا ابراهيم. ازيك يا مدام انتصار؟ الحمد لله يا سيدي، الحمد لله. عامل ايه؟ اخبارك ايه مع هيام؟ الحمد لله بخير، احنا زي الفل الحمد لله، مبسوطين جدا. طبعا بنتي تربيتي والله تربيتي. ونعم التربيه ونعم التربيه. طبعا يا حبيبي. تعالى اقعد يا ابراهيم، اقعد حبيبي. الف مبروك عليك. الله يبارك فيكي. والله العظيم يعني هيام دي احسن حاجه حصلت لي في حياتي، ولو انك ما تستاهلهاش. عموما حبيبي انا مبسوط. قوم اقف يا حبيبي وانت بتكلم، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ اسف يا ماما. بص يا ابراهيم يا حبيبي، مش مهم ابدا انك انت تبقى سعيد، المهم يا حبيبي انك انت تستمر وتكمل في السعاده دي. اهو بنقول يا رب. يا رب، انت عزيز وغالي. اقعد يا ابراهيم يا حبيبي، اقعد، انت زي ابني بالظبط حبيب قلبي. مبسوط الحمد لله. الحمد لله. مبسوط جدا الحمد لله. بص يا ابراهيم، انا كنت عايزه اكلمك في موضوع كده. خير؟ انا عايزاك تطلق البيت. ايه؟ لا مش ده، مش ده. لا حبيبي معلش، انا نفسي انك انت تقنعها انها تيجي تشتغل مع مامتها في محطتها، ويبقى معها مامتها وجوزها. مدام انتصار، انت عارفه والله العظيم انا ما اقدرش ارفض لك اي طلب، ونفسي يعني البي لك اي طلب انت عايزاه. غالي وعزيز، غالي وعزيز، غالي وعزيز. بس انا ما اقدرش يعني اجبر هيام على حاجه هي مش عايزه تعملها. ازاي ابراهيم؟ ازاي؟ هو انت مش عايز مراتك حبيبتك تبقى قدام عينيك على طول؟ ها ولا ايه؟ يا ريت والله. البت قزه يا ابراهيم، قزه قزه، يعني هي ممكن بقى هناك حد يعكسها، حد يضايقها، زي مرات عمرو بالظبط ولا ايه؟ تصدقي كلامك صح، انت غالي وعزيز، غالي وعزيز. بس انا ما اقدرش اجبرها على حاجه هي مش عايزاها. بص يا مدام انتصار، والله العظيم قبل ما نتكلم الكلام دوت انا كلمتها في البيت وحاولت اقنعها انها تيجي القناه، بس للاسف يعني هي رفضت، وانا احترمت رغبتها. لا حمش يا واد، لا حمش يا واد، وبتمشي كلامك على مراتك. لا راجل راجل. طب امشي 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 من قدام، امشي. يلا يا ابو زعروره، يلا يا ابو زعروره امشي. البيت ماشيه كلامها عليه.